السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس وديروا النجم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان تجربة ايطاليا الصناعية نموذج يحتذى به كونها انطلقت من الصناعة الصغيرة والمتوسطة لتصبح قوة صناعية. واشار رئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الجزائر لديها رغبة في تعزيز التعاون الصناعي مع إيطاليا، مؤكدا أن أغلب الصناعات الغذائية في الجزائر شراكة مع إيطاليا. بخصوص التعاون في الصناعات الميكانيكية، كشف أن الشركة المنتجة لسيارة فياس بدأت في فتح الورشات بالجزائر، مضيفا أنه في الشهر سيبدأ تصنيع السيارات وتسويقها. وفي نقطة أخرى، ذكر رئيس الجمهورية بأن الإيطاليين يهمهم الطاقة والغاز، وقال في هذا السياق أن الجزائر ترغب في جعل إيطاليا محطة لتوزيع الطاقة على باقي أوروبا. ما تنسوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا النجم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم.